يلا هسه دخلت داخل البيت حتى اخذ استراحة شوية وبعدين ابدي اطبخ. راح اطبخ تمن وبامية بها لحم غنم، وطلعت كل شي حضرت، وسمك، السمك ابني ما يحبه ما ياكله، ابني صغير بس كبير ياكله، بس كبير ما يجي اليوم، المهم يروح شقته بعد الدوام. فاني هسه راح ابدي اطبخ شوي، بس دا اخذ استراحة بريك، كلش تعبت من الحديقة. اني هذا مو شغلي، بس شو اسوي هنا، صعبة ايجاد فلاح، والفلاح مالتنا يتنعنس تنعنس، مرة يقبل يجي ومرة ما يقبل يجي، يروح يشتغل يجوز بغير مكان، ماخذ حتى فلوس أكثر، حديقة أكبر، بنعرف يقول ما أقدر اليوم، مريض واليوم ما أدري شنو، اليوم عندي شغل، اليوم مسافر كاليفورنيا لأختي، كل مرة يطلع حجة، ومرات يجي بس نقول له يجي، مرات 4 5 مرات يعني. المهم أني نظفته وزقيته، ما نحتاجه، من يريد هو يجي خابره ويجي خليه يجي، ما يريد ما لازم شو نسوي له. اي فالساعات اخذ بريك، يمكن راح اسوي لي فنجان قهوه، ولو اني مو كلش احب القهوه بس يعني سوي فنجان قهوه. مع هاي باب الباك يارد كلها سديتها، سديت البابتين، باب الجام وباب السيم وباب الباب الاخرى، بس خليت البرده مفتوحة، أتفرج على الحديقة، وبعدين ورا ما أشرب قهوة شوفوا عندي هنا، هاي كلش حلوة ومعتزة بيها، هاي ال مو هذا الشمعدان، الشمعدان حلو وحبه، بس هذا ال يعني ال شو اسمه الممثلين الأكترز مال فيلم كان مدوين، شايفته 3 4 مرات، فيلم عالمي كلش حلو، دول هم الممثلين مال الفيلم. مرة اشتريته كان دا يبيعوها بالسوبر ماركت، اشتريته كلش حلو، خالتها هناني، هاي هي الممثلة اللي مثلت هذا الفيلم العالمي Gone with the Wind، ذهب مع الريح. يلا هسه هاي اشياء محضرة بال شو اسمه المطبخ، هسه انا اقعد عاد اطبخ، ورا ما اسوي قهوة اشرب قهوة فنجان قهوة، بلكن ابني يقعد هسه خطي حتى يتريق، اي دا اسمع حس يمكن قعد. يلا انا اروح حتى اسوي ريوق لابني واطبخ، وبعدين ما خلاني هذا الميز من اكمل شغل، اخلي تشرشف هسه، ما حاطه تشرشف عليه لانه مرات تثرم الخشبه عليه، يزحلق تشرشف. يلا باي، اشوفكم بخير.